بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، لماذا غفر الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم بعد أن عصى أمر الله، ولم يغفر لإبليس الذي عصى أمر الله؟ هذا السؤال الحقيقة يمكن الإجابة عنه من عدة نواحي. أولا، نوع المعصية. سيدنا آدم الله أمره ألا يأكل من هذه الشجرة، فامتثل لأمر الله مباشرة ولم يأكل، امتثل لأمر الله. ولكن وسوس له الشيطان فيما بعد وأغراه وأقسم له إنه سيصبح ملكا خالدا. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وبالتالي قال تعالى بعد ذلك، بعد أن أكلا من الشجرة سيدنا آدم وأمنا حواء، قال: وعصى آدم ربه فغوى. هنا ملمح بسيط أيها الأحبة، أن الكتاب المقدس المحرف طبعا يلصق التهمة بمن؟ بحواء، بينما القرآن اعتبر أن آدم هو الرجل وهو المسؤول. وهذا منطقي أكثر، يعني الكتاب المقدس يقول لك إن حواء لعبت بعقل آدم وأغرته وأغوته إلى آخره، بينما القرآن أكثر منطقية عندما جعل إبليس هو المسؤول، هو الذي وسوس لآدم، هو الذي أقسم له. وسيدنا آدم لم يكن يتصور أن مخلوقا يقسم بالله كذبا، لأنه صادق ولم يكذب ولم يجرب الكذب. فعندما أقسم له الشيطان ظن سيدنا آدم أنه صادق، وبالتالي نسي ما أمره الله به. إذن هنا أيضا شيء آخر، النسيان، أنه نسي. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الشيء الثالث، سيدنا آدم بعد أن أكل من الشجرة هو وأمنا حواء، وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، مباشرة استغفر الله واعترف بذنبه. وهذه رسالة لنا أيها الأحبة، أنك في مقام الله وفي حضرة الله أنت عبد، ينبغي أن تخضع وتخشع وتتذلل أمام مالك الملك سبحانه وتعالى، وتستغفر الله من ذنبك وتعترف أنك أذنبت. لذلك الله ألهمه أن يقول كلمات بسببها غفر الله له، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. هذه رسالة لنا، أن أخطاءنا مهما كانت كبيرة هناك إله يغفرها، بل ويحب من يستغفر ليغفر له سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لإبليس ما الذي حدث؟ أول شيء، إبليس استكبر، آدم لم يستكبر. إبليس رفض السجود مباشرة، آدم لا، التزم، ربما بقي سنوات نسي بعد ذلك، ولكن في البداية التزم، بينما إبليس منذ البداية رفض. حتى في بعض الروايات أن إبليس كان يقول: لئن أمرني الله أن أسجد لهذا لن أسجد له، كان يبيت نية العصيان. إذن أولا عصى أمر الله على الفور، ثانيا استكبر. لماذا؟ لأنه اعتبر، لم ينظر إلى الآمر، نظر إلى من سينفذ الأمر من أجله، نظر إلى آدم عليه السلام
واعتبر أنه تراب وأنه هو خلق من نار، فحسب منطقه أن النار أعلى من التراب، وبالتالي يفترض أن التراب هو الذي يسجد للنار، لذلك سيدنا آدم ينبغي أن يسجد له وليس العكس، فهذا ما جعله يستكبر بسبب طبيعته النارية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق، إذن هنا فسق، وكان من الكافرين، وكفر وتكبر. استكبرت أم كنت من العالين؟ علو، تكبر وعلو. على الرغم من ذلك الله عز وجل أعطاه مجال، لم يحكم عليه بنار جهنم بمجرد أنه رفض، لا، سأله، أعطاه حق الدفاع عن النفس. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ إبليس هنا يستخدم عقله الفاسد ومنطقه الفاسد فيقول، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو لم ينظر إلى أن الله هو الآمر وهو الحكيم. طيب، يعني الله لا يعلم أنه خلقك من نار وخلقه من طين؟ فاتهم الله بالجهل والعياذ بالله. عندما رد على الله هذا الرد كأنما يتهمه بعدم العلم، كأنه يقول له أنت لا تعلم، أنا أعلم أكثر منك. لاحظتم صفات المتكبرين اليوم أيها الأحبة؟ عندما تقدم له نصيحة إذا أخطأ، لا، أنا أكثر منك علما، أنا يعني هذا المتكبر يسلك هذا السلوك. إذن العصيان والغرور والتكبر والكفر والفسق، فسق أي خرج عن أمر ربي، كل هذه الجرائم استحقت أن يقول له الله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقال له أيضا وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الذي يؤكد حكمة الله في هذا القرار ما هو أيها الأحبة؟ الذي يؤكد حكمة الله في هذا القرار أن إبليس على الرغم من خبثه وعلى الرغم من دهائه ومكره، إلا أنه غبي جدا. لماذا؟ كان بإمكانه أن يتظاهر بالتوبة أمام سيدنا آدم على الأقل، يقول انظر الله ظلمني، وكان من الممكن أن يضله أكثر. لاحظتم أحبتي في الله، أنا تبت إلى الله، أنا رجعت إلى الله ولو ظاهريا. على الرغم من ذلك لم يفعل هذا، بل أصر أن يغوي آدم ليخرجه من الجنة وليستفز ذريته من بعده ليدخلهم معه في النار. لذلك قال لله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. سبحان الله. إذن جريمة العصيان وجريمة التكبر وجريمة أنه رفض أمر الله وناقش الله عز وجل واتهم الله بعدم العلم كأنه هو يعلم أكثر منه، ثم بعد ذلك وعلى الرغم من أن الله وعده بنار جهنم لم يفكر بالتوبة حتى الآن، يعني حتى الآن هو يغوي الناس، حتى الآن هو يعني إبليس لعنه الله يريد أن يأخذ أكبر عدد من الممكن معه إلى جهنم. لذلك قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذا الفريق الذي نعصي فيه أمر إبليس ولا نتبع خطوات الشيطان، ونكون على خطى سيدنا آدم وجميع الأنبياء الذين إذا أخطأوا
يعترفون بذنوبهم ويتوبون إلى الله، ويجعلنا من التوابين، إنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.